السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خلصنا الخسكار تبعنا، مشينا وركضنا وحكينا وذكرنا الله، وطول الطريق نتحدث عن القرآن وعن الأحكام وعن ذكر الله وعن القرآن. فعديلي الله يجزيه الخير أعطاني كم حكمة رائعين، ذكرتكم منهم بتنتين، واحدة منهم اللي حكي لكم إياها هلأ، والتاني سجلكم إياها فيديو تاني. والحكمة ضالة المؤمن كما تعلمون أيها الإخوة الأحبة، أينما وجدها فهو أحق بها. ولأنه هي عجبتني كتير أسجلكم إياها. هذا يا سيدي عم يحكي لي عديلي الله يجزيه الخير أنه كان هناك رجل، فقال لابنه خذ السلة واذهب واملئها ماء. سلة قش، الولد يطيع والده، لم يسأله كيف ولا كيف كذلك. السلة مملوءة بالفحم، فأخذ الولد الفحم فوضعه جانبا وذهب إلى الماء فملأها ماء وعاد إلى والده. عندما وصل لم يبقى من الماء شيء، ولم يقل لوالده أي شيء آخر. ففي اليوم التالي قال له نفس الأمر، فأخذ السلة وملأها ماء، ثم ما وصل إلى المنزل حتى كان الماء قد نفذ. بعد بضعة أيام قال لوالده: يا والدي، أنت تقول لي بارك الله لي بك تقول لي املأها ماء، فأتي هنا ليس فيها أي ماء. قال: يا والدي، ضعها هنا على المنضدة واذهب واحضر السلة الأخرى. قال: يا حبيبي، كنا بسلة واحدة صرنا بسلتين، هيك قال الولد بعقله. فأحضر السلة الأخرى وفيها الفحم، فقال له: يا ولدي انظر إلى هاتين السلتين، هذه وهذه، ما رأيك بهما؟ تلك الولد نظر إليها، قال: فيها فحم وهي مشحرة وسوداء. ونظر إلى السلة الثانية فوجدها نظيفة تلمع، ليس فيها أي وسخ ولا درن ولا مشح ولا شحار. فقال له: يا ولدي، حببت أن أعلمك درسا، هكذا هو القرآن، عندما تقرأ القرآن فإنه يغسل قلبك من الشحار، حتى وإن لم يعلق شيء فإن قلبك يصبح نظيفا ليس فيه أي اتساخ، بل يصبح مصقولا كالزجاج، فيظهر فيه نور الله سبحانه وتعالى. فأعجبتني هذه كثيرا، وقلت: والله لا بد لي من قراءة القرآن طوال الوقت حتى ينجلي قلبي فيصبح كالمرآة المصقولة، لعل نور الله يشع فيه وفي قلوبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا يا أبا إبراهيم، أنت ووالديك وكل من له فضل عليك.